اليوم راح نكمل زي ما حكينا زيرو اوردر هولد، هي عباره عن هولدنج سيركت، هي بس بتحمل لها. بدنا نطلع الترانسفير فانكشن. لاحظوا لما بنقول ترانسفير فانكشن عن اي دومين عم نحكي؟ على اس دومين. حتى نكون دقيقين انا حاولت اتبع انه اذا بحكي عن زد ترانسفورم ترانسفير فانكشن بسميها بلس ترانسفير فانكشن، اذا بحكي عن اس ترانسفير فانكشن بسميها بس ترانسفير فانكشن. اذا بدنا نكون دقيقين بنحط هون الاس دومين. هلا بدنا نطلع الترانسفير فانكشن، ترانسفير فانكشن بالاس دومين بدي اطلعه للزيرو اوردر هولد. يعني راح يصير عندي هاي السيستم، هاي مثلا البلانت اللي هي فرضا بنسميها جي اوف اس، واذا بدكم حط هون بي سابقي بي ترمز للبلانت، وقبلها راح احط بدون سامبلينج، ما في سامبلينج بينهم، راح يكون زيرو اوردر هولد. هاي كلها راح نعتبرها هي البلانت، راح اعتبر هاي كلها صارت جي اوف اس. هدفي اليوم اني اطلع الزيرو اوردر هولد، اطلع الترانسفير فانكشن تبعته. بدنا نطلع الترانسفير فانكشن لانه بدنا نكمل. اذا خلينا نطلع اول شيء على الزيرو اوردر هولد شو بيعمل. خلينا نفهم اول شيء فيزيكال مينينج. الزيرو اوردر هولد راح اعطيه سيريز اوف امبلسز، اللي هي من اي عمليه اجت؟ من وين اجت هاي السيريز اوف امبلسز؟ اذا الاوتبوت للسامبلر هذا السويتش اللي رسمناه راح يعطيني سيريز من هذول الامبلسز. طبعا تتذكروا زي ما حكينا المره الماضيه الارتفاع مش دقيق، انا اللي برسمه هون الارتفاع مش دقيق، هي المساحه تبعت كل واحد من هذول، بس انا اذا بدي ارسمهم كلهم بارتفاع متساوي راح اضللك. اذا هذول كل واحد منهم عباره عن سامبل ماخوذه من السيجنال الاصليه، وممكن اذا كان انا التزمت بالسامبلينج كرايتيريا الصحيحه تكون السيجنال الاصليه مثلا كانت هيك واحنا عملنا لها سامبلينج. اذا هذا السامبلر اللي الرمز تبعه والسيجنال اذا بتدخل عليه بتكون اف اوف تي، ايش بعطيها رمز؟ اف ستار اوف تي، او اذا كان اعتبرتها هون اف اوف اس تطلع عندي هون اف ستار اوف اس. بعد هذا السامبلر الان راح يجي عندي زيرو اوردر هولد. الزيرو اوردر هولد اللي هي الهولدنج سيركت راح يطلع معي هون السيجنال هيلد، يعني سامبلد. هلا هون سامبلد بت نوت هيلد، هون راح تطلع معي سامبلد اند هيلد السيجنال، راح تتحول للستير كيس فانكشن. هلا هذه عمليه التحويل راح تحول هذه السيجنال اللي كانت سامبلد وسيريز اوف امبلسز بدي احولها بهذا الشكل. السؤال اللي بدنا اياه بدنا نقول ايش هي اف اوف اس؟ اذا حبيت راح احط، ما فيش له هو شكل واضح، راح احط له هذا الشكل. انتم من هذا الشكل شو بتفهموا؟ انه هو يعني هو خليني احطها بشكل احسن، اذا بلاش احطها خالص، راح احطها هيك بهذا الشكل. يعني للزيرو اوردر هولد بدي اطلع ترانسفير فانكشن للزيرو اوردر. خلينا اول شيء نتطلع على هاي، نتطلع عليها بتفصيل اكثر عشان نحاول نفهم كيف بدي اطلع لما بقول ترانسفير فانكشن اف اوف اس، وراح اضرب بعدين اف اوف اس، ما فيش بينهم سامبلر، في جي بي اوف اس والتنين راح اخذ لهم الزد ترانسفورم. اذا لو جينا اطلعنا هلا على السامبل هولد، خلينا نحاول نفهم شو السامبل الزيرو اوردر هولد ايش عماله بيعمل. عندي السيجنال اصلا كانت سيريز اوف امبلسز، خلينا نركز بس على هذول التو امبلسز، بس راح اركز. هو طبعا في عدد كبير من الامبلسز، راح اركز على هذول الاثنين. هلا لو حطينا بالاخضر هون ايش بصير بالسيجنال؟ ايش راح يصير بالسيجنال بعد هاي؟ راح يصير هاي قيمتها مضبوط، وبعدين ايش راح يصير بقيمتها من هون لهون؟ راح تتحول لهيك مضبوط. هلا كيف ممكن انا بدي اعمل بحساب بطريقه معينه، شو ممكن اعمل بحيث اني السيجنال هاي اللي كانت سيريز اوف امبلسز احولها لستير كيس زي هيك؟ هلا ممكن خليني افكر اول شيء بالامبلس هذا اللي موجود هون. لو انا اخذت هذا الامبلس، هيو نفسه الامبلس راح اخذه هون، قديش مساحه هذا الامبلس؟ راح تكون الارتفاع مش هيك؟ خليني اسميها سي دلتا تي. لو هاي كانت دلتا تي لحالها قديش كانت راح تكون مساحتها؟ واحد. لما ضربتها في سي شو راح تصير مساحتها؟ إذا لو جيت كاملت هاي السيجنال، لو تكامل الدلتا ايش بعطيني؟ ستيب فانكشن صحيح، وستيب فانكشن قديش ارتفاعها رح يكون؟ سي مساوي للاريا سي بالضبط، وإمتى رح تحصل ستيب فانكشن؟ عند زيرو. عند زيرو؟ إمتى رح تحصل ستيب فانكشن؟ عند زيرو. عند نفس زمن الدلتا مش هيك؟ اللي هي عند زيرو بالحالة هاي ماشي، بس أنا قصدي إنه هاي بتحصل عند زمن هذه الإمبلس. إذا عندي هون لو جيت كاملتها هاي راح تعطيني هاي الفانكشن مضبوط؟ احطها هون بالأحمر. إذا تكامل
تكامل هذه دلتا تي سي دي تي اعطاني سي يو اوف تي. واذا كانت طبعا هذه تي ماينس تي نوت شو راح تكون هاي؟ تي ماينس تي نوت، مش هيك؟ يعني اذا كان حصلت هاي الدلتا في الوقت بعد هيك، اذا تكامل الدلتا تي سي دلتا تي راح يعطيني ستيب فانكشن. هذا حل لي اي مشكله؟ المشكله هو مش حقق لي اللي بدي اياه هون، بس المشكله هذا لايمتى راح يضل ماشي هيك؟ للابد. كيف ممكن الغيه بعد ايمتى انا بدي الغيه؟ الغي هذا الاثر عند هون، مش هيك؟ كيف ممكن الغي هاي الستيب عند نقطه معينه؟ بدي ستيب معاكسه، مزبوط؟ لو انا قدرت اجيب الان ستيب معاكس، خلينا احط الازرق، بدي اجيب ستيب معاكس عند النقطه هاي وستيب المعاكسه، بس ستيب المعاكسه بدها تكون مقدارها قديش طولها؟ انا بدي احاول احقق اول شيء هذا. هذا راح اخذ راح يتكفل فيه مين؟ البلس الامبلس اللي هون، بس الامبلس اللي هون حتى اجيب هذا اللي هون الشكل هذا، ايش بدي اعمل؟ بدي احاول الغي هاي، راح الغيها بوحده مساويه لها بس معاكسه في الاتجاه. لاحظوا الاحمر والازرق الان لو جمعتهم شو بعطوني؟ زيرو. هون بعطوني زيرو. وهون ايش بعطوني؟ زيرو. بس هون ايش بعطوني؟ سي. اذا هدول مجموعهم راح يعطوني الشكل التالي. راح يعطوني هذا الشكل. هيك؟ وعند النقطة هاي راح يعطيني ايش ارتفاعه سي، وعند النقطة هاي ايش راح يعطيني؟ ماينس. مضبوط؟ طيب هاي عبارة عن ايش؟ تكامل ايش هاي الأزرق؟ ماينس سي. ماينس ايش؟ سي ايش؟ في دلتا في دلتا اوف تي؟ عند لو كانت دلتا اوف تي راح تكون هون الازرق، فالازرق راح يلغي الاحمر تماما، بدها تكون ديلي. اذا هذا الازرق الفانكشن تبعته بدها تكون ماينس، ماينس عشان يكون معكوس، سي عشان يكون نفس القيمه، بس ايش اللي كمان لازم يكون فيه؟ بده يكون ديلي. اذا تي ماينس كابيتال تي، احنا متفقين انه هاي كابيتال تي، مضبوط؟ اذا هون راح يكون عندي هذا سي دلتا تي ماينس كابيتال تي. اذا اطلعوا هذول التو امبلسز، يعني هون كاني عمالي بقول في عندي امبلس ثاني بحطه بالاسود مساوي لهذاك الامبلس في الماجنتيود بس معاكس له في الاتجاه وديليت بعده بمقدار كابيتال تي. هذول التو امبلسز اذا جمعتهم وكاملتهم ايش راح يعطوني؟ الشكل هذا الاخضر. طب واللي بعده الاخضر اللي بعده كيف بدي اتكفل فيه؟ اللي هو نفترض ان اللي بعد هاي كانت اي تي، هي كمان تي، ونفترض انه السيجنال نزلت هون لهيك، ايش راح يصير عندي بالاخضر هذا هون؟ الاخضر هذا راح يصير هيك وهيك. هاي البلس ايش اعطتني؟ هذا الجزء، مش هيك؟ اذا بدي كمان امبلس حتى تعطيني هذا، من وين هاي بجيب هالامبلس اللي هون؟ نفس الشيء، باخذ هذا الدلتا تي اللي هو سي 2 او سي داش دلتا تي وبطرح منه امبلس ثاني وبكاملهم الاثنين. اذا اللي احنا عمالنا بنقوله انه البلس هاي اللي موجوده هون، لاحظوا البلس هاي ارتفاعها مساوي لقيمة الدلتا اللي هي سي هون، إذا هاي الامبلس اللي هون تساوي راح أسميها بلس تساوي التكامل لدلتا تي سي تي ناقص، وهاي طبعا من زيرو لإنفينيتي، وهذه سي دلتا T minus T naught dt. إذا كأني عمالي بقول إنه البلس هاي اللي هون الخضراء حطها هون، البلس اللي لونها أخضر هون تساوي راح أحطهم بنفس اللون اللي هون أحمر وأزرق، كأنها تساوي بلس عند النقطة هاي ناقص بلس عند النقطة هاي بنفس الماجنتيود، فهذا سي ماينس سي وهذا بلس سي، بس التنين ايش لازم اعمل عليهم؟ مضبوط؟ هذا الاحمر راح يعطيني ستيب عند تايم زيرو للابد، الازرق راح يعطيني نيجاتيف ستيب عند تايم بعدها بكابيتال تي بالماينس، لما بجمعهم التنين هون كل شيء راح يلتغى، هون كل شيء راح يلتغى وراح يضل بينهم البلس هاي، البلس هاي بتتكفل بمين؟ بهذا، انا ما بدي منه اكثر من هيك. لانه اللي بعده هذا راح يتكفل هو راح يصير فيه له بلس بوزيتيف وبلس نيجاتيف من هون. اول شيء اهم شيء نفهم هاي قبل ما نطلع اي فانكشنز، واضحه هاي من وين جت؟
إذا هاي عبارة عن تكامل، بلس بنفس القيمة صارت هون وبلس ثاني بعكس القيمة صارت هون بعد كابيتال تي، فلغيت الأثر تبعها لأنه أنا كله بدي أشتغل بس على المنطقة هاي، المنطقة هاي رح تكفل فيها اللي بعدها والمنطقة هاي رح تكفل فيها اللي بعدها. إذا هي عبارة عن تكامل C دلتا T ماينس C دلتا T ماينس كابيتال T. ماشي واضحة هاي؟ واضحة.